أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. معكم إبراهيم الشربيني ومع درس جديد على قناة سيو كويشن، ودرس النهارده بفكرة جديدة وأداة جديدة خارج الصندوق. وقبل ما أقول لك الأداة هسألك سؤال منطقي جدا جدا ومهم. هل ممكن إنك أنت تكتب إنجليزي بلغة احترافية بدون ما تتعلمه أو تكون محترف فيه أو تكون خدت مستوى كورسات بمستويات احترافية فيه، أو على الأقل خالص تكون عايش في مجتمع كله بيتكلم إنجليزي فأنت تتكلم زيهم؟ طبعا الإجابة الطبيعية على سؤال زي ده ان طبعا مستحيل، طبعا بكل تأكيد مستحيل. ازاي ان انا هتكلم لغة وانا اصلا ما اعرفهاش، او انا على قد فيه بعرف افك الخط فيها؟ لازم اكون انا محترف اللغة دي عشان اقدر ان انا اكتب في اللغة دي بشكل كويس، وبركز على كلمة اكتب دي. طيب، وعلى الاقل لازم اكون شارب اللغة دي كويس واخد فيها كورسات، او على الاقل حتى معدي كورسات عالية فيها. خليني اقول لك ان الإجابة دي كانت ممكن فعلا اصدقها منك امبارح، لكن من اول النهاردة الإجابة دي اصبحت فيها شك، لانك من النهارده ممكن انك انت تكتب انجليزي بلغه احترافيه تماما حتى لو معاك انجليزي بتاع اولى اعدادي. الجيل بتاع السبعينات والثمانينات اللي هو اتعلم بدا الانجليزي معاه او معرفته بالانجليزي في اولى اعدادي وفضل لحد ما دخل الجامعه هو لسه بيتعلم اي بي سي وشويه الافعال والضمائر، وبره واحده لقى نفسه اتخرج من الجامعه هو لسه عارف بدا الانجليزي، ولقى نفسه قدام سوق العمل وهو ما يعرفش اصلا في الانجليزي غير الحروف وغير شويه الافعال والضمائر البسيطه. فطبعا اللغه الانجليزيه البسيطه اللي احنا عارفينها دي والجيل بتاعنا اللي لسه عايش في الانجليزي دوت، حابب اقول لك انك انت ممكن بالانجليزي اللي على قدك ده او الانجليزي اللي انت عارف فيه تفك الخط ده، تقدر انك انت تكتب باحترافيه شديده زي اللي خد كورسات عاليه، او زي اللي عايش في امريكا او في انجلترا، او زي اللي عايش في وسط الناس المتحدثين باللغه الانجليزيه، او حتى زي المترجم اللي بتدفع له عشان يكتب لك انجليزي محترف. كل ده باستخدام اداه واحده فقط، بدون ما تقعد تتعب نفسك في الشرح وتتعلم ازاي تكتب، تتعلم كورسات انجليزي وتاخد دورات وتعمل امتحانات وكل ده. طيب ازاي بقى نعمل الكلام ده؟ طبعا قبل ما اقول لك ازاي نبدا نعمله هستسمحك بس قبل ما اخد من وقتك حوالي 10 دقايق بالظبط. ال 10 دقايق دول عباره عن مقدمه هشرح لك فيها الحكايه من اولها، وازاي فكره الانجليزي او كتابه اللغه الانجليزيه مهمه لنا. حابب انك انت تعمل سكيب للمقدمه ديت براحتك، لكن صدقني لو سمعت المقدمه دي تفرق جدا 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 في شرح الاداء. طبعا احنا كمصريين وكعرب بشكل عام عندنا مشكله كبيره جدا في نطق وكتابه اللغه الانجليزيه، لكن خلينا نركز في الفيديو ده على الكتابه فقط. والمشكله العويصه ديت اللي بتقابلنا كلنا مصريين وعرب، وهي ايه؟ ان احنا دايما بنترجم الكلام الاول في دماغنا بطريقتنا او باسلوبنا في الكتابه في الكلام العربي او الكتابه العربي، وبعدين نقوم جايين مترجمينه بنظام جوجل ترانزليت مثلا في دماغنا، يعني مش لازم جوجل ترانزليت الحقيقي، وبعدين نقول الترجمه دي او نكتب الترجمه دي. طبعا ده بيطلع انجليزي اقل ما يقال عنه انجليزي حلمنتيشي. يعني حلمنتيشي ده لفظ كده، يعني اللي هو ايه، لما تعمل اي حاجه كده ما لهاش علاقه بالحاجه اللي انت تقصدها. يعني اوباما We are Egyptian women. You are listen Obama. Shut up your mouth Obama. Are you? الحمد لله. ممكن تصور معنا؟ How old are you? محمد. How old are you? نعم بل عايز ايه؟ How old are you? 16. ايو يعني ايه بقى؟ I am 60. Shut down. Shut down. Shut down. Restart. انا هيقول لي شت داون. ايه ده يا فراس؟ ايه ده جرايه في ايه؟ خلص يا ويت سام تايمز. ار دي اس ذا بيبل تو سكول باي باس، يعني لا يموت بالانجليزي بصله غير ان هو مكتوب بحروف انجليزيه فقط، لكن ده مش انجليزي اصلا. يعني ده الايه؟ ده سببه ايه؟ سببه اللي احنا مثلا جيل السبعينات وجيل الثمانينات اللي زي حالاتي، طبعا اول علاقته باللغه الانجليزيه ما كانش طبعا في سوشيال ميديا ولا كان في الحاجات دي كلها ايام زمان، ايامنا يعني. بدانا نتعلم اول معرفتنا باللغه الانجليزيه كانت في اولى اعدادي، وشويه اي بي سي على شويه جرامر بسيط على شويه حاجات اتعلمناها في الاعدادي، وبعدين دخلنا في الثانوي وعرفنا كام لفظ جديد، وبعدين مره واحده لقينا نفسنا في الجامعه واحنا كل اللي نملكه في الانجليزي هو شويه الالفاظ اللي عرفناها في الثانوي على الكام جرامر على الاي بي سي اللي عرفناهم، ومره واحده لقينا نفسنا في سوق العمل لما اتخرجنا من الجامعه واحنا كل اللي نملكه هو شويه الحاجات البسيطه دي. فطبعا ما كانش حد موجهنا طبعا، وكان طبعا الاساتذه بتوعنا الافاضل اللي كانوا في الاعدادي والثانوي كان طبعا يقول لك على ترجم يعني. فطلعنا جيل كامل قايم على فكره الترجمه باللغه الانجليزيه باللغه العربيه للغه الانجليزيه عشان خاطر ان احنا نحل الامتحان وحاجات زي كده. فطبعا لما دخلنا سوق العمل بقى وبدانا ان احنا عاوزين نحسن نفسنا في اللغه الانجليزيه، واتصدمنا ان احنا لازم كل حاجه في حياتنا باللغه الانجليزيه، حاولنا ناخد كورسات، لكن طبعا مشاغل الحياه والمشاغل الاسريه حتى وظروفك حتى تلاقي موضوع الالتزام في الكورس ده مساله صعبه. طب قلنا تعالى بقى نتطور مع الناس ونبدا ناخد احنا نشوف ابلكيشن نتعلم منه، برضه تلاقي نفسك مش عارف تلتزم ومفيش حاجه انك تخليك تتعلم بنفسك يعني.
فالفكره كلها ان احنا بدانا بالمشكله بقت خلاص يعني بقت متاصله فينا خلاص ما بقاش فيها حل. يعني مهما حاولت تلتزم بكورس ما فيش فايده. طب حاولت تشوف ابلكيشن يساعدك ما فيش فايده. طب حاولت تشوف اي كورسات على اليوتيوب تعرف الكورس او تسمع الكورس مره وعشرة لا. فينتج عن كده ايه؟ ينتج عن كده ان احنا برضو المشكله تاثرت معانا لحد ما وصلنا سن ال40 وعدينا ال40 فبقى الموضوع متاصل عنا. تيجي بقى مضطر دلوقتي انك انت خلاص بقى هو شغل الحياه ودلوقتي كل حاجه بالانجليزي. طب نعمل ايه؟ احنا عاوزين حل سحري، حل يخليني ان انا اشوف عملائي لو انا بتعامل مثلا صاحب شركه او صاحب بيزنس او حاجه وعندي عملاء باللغه الانجليزيه، او انا حتى موظف والشركه اللي انا فيها شركه مالتي ناشونال وكل اللي فيها بيتكلم لغه انجليزيه ولازم ان انا مجبر ان انا لازم اكتب انجليزي على الاقل، على الاقل اكتب انجليزي حتى محترف. طب وبعدين اعمل ايه؟ اروح اتعلم كورس ما انا مش عارف التزم، ما ده شغل. طب انا اعمل ايه؟ اروح اشوف اليوتيوب اتعلم درس والباقي لا مش هكمله. وفي الاخر برضو على اليوتيوب برضو بيبقى الاغلب برضو عاوز انك انت يديك حاجه عشان خاطر بعد كده تروح تاخد عنده كورس برايفت. طب وبعدين يعني ايه الحل دلوقتي؟ الحل لازم يبقى سحري، لازم يبقى في حل سحري يمشي حالي دلوقتي، يمشي حالي دلوقتي وانا قد كده بالانجليزي الحلمنتيش بتاعي ويخليني ان انا اكتب انجليزي كويس عشان امشي شغلي، امشي شغلي سواء موظف او في شركه او 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 او, أو. فبحس ان الحل السحري ده يحل المشكله، احط فيه الانجليزي الحلمنتيش بتاعي بالطريقه اللي انا بكتبها وخلاص واطلع من الناحيه الثانيه انجليزي مكتوب احترافيه. فهل الحل السحري ده موجود؟ بالظبط موجود. بس قبل ما نبدا نتكلم عن الحل السحري خلينا نشوف الامكانيات اللي ممكن استخدم فيها الحل السحري ده هي ايه، او اشهر 7 استخدامات ممكن استخدم فيهم الحل السحري بتاع النهارده. اول استخدام من السبع استخدامات اللي ممكن استخدم فيها الاداه وهو كتابه الايميلات باللغه الانجليزيه. طبعا بعض الناس اللي شغالين في شركات موظفين ودلوقتي نظام الشركات دلوقتي بقى كل حاجه بالايميلات، ما عادش في ورق وحاجات زي كده، يقول لك ابعت لي ايميل المدير بتاعك يقول لك ابعت لي ايميل بالحاجه اللي انت عاوزها. فطبعا الايميل ده لازم يكون مكتوب باللغه الانجليزيه، مع ان المدير بتاعك ممكن يبقى مصري او عربي زيك بس هو عاوز الايميل بتاعك باللغه الانجليزيه. ومش بس كمان مكتوب باللغه الانجليزيه، ده ممكن كمان لازم يكون مكتوب بشكل انجليزي احترافي يعني برضو عشان يقول عليك موظف محترف. فبرضه كتابه الايميلات اصبح شيء مهم جدا جدا للناس الموظفين اللي شغالين في الشركات، عشان تبعت الايميل بتاعك للمدير بتاعك او بشكل عام تكتب تقارير بشكل عام في الايميلات بتاعتك، او حتى تراسل حتى الاجانب، حتى يعني مش لازم يكون في شركه، يعني ممكن حتى عشان تراسل ناس اجانب وتكتب لهم ايميل برضه محتاج انك انت تكتب ايميل بشكل احترافي عشان يقروا الايميل بتاعك ده. طيب تاني حاجه طبعا لو انت طالب في الثانوي او في الاعدادي ومطلوب منك، او حتى طالب في الجامعه مطلوب منك تقرير او موضوع تعبير او بحث بسيط كده بتعمله باللغه الانجليزيه، فطبعا انت عشان تكتب البحث ده او التقرير او موضوع التعبير ده برضو محتاج انك انت ما ينفعش ينفع بقى انك تخش على جوجل وتبحث عن الموضوع وتعمل له كوبي بيست، لازم انك انت تكتب الحاجه من وحي خيالك، لان دايما الموضوع التعبير ديت ما بتبقاش غالبا موجوده على جوجل. وفي نفس الوقت برضو المدرس او صاحب الرساله الدكتور بتاعك اللي في الجامعه عاوز منك الحاجه تكون يونيك وحصري يعني، فما ينفعش تروح تنقلها على جوجل حتى لو متاحه يعني. فالفكره انك لازم تكتبها من دماغك. طب نعمل ايه؟ اكتب بطريقه الانجليزيه وفي نفس الوقت عاوز الحل السحري اللي يساعدني يحل معايا الموضوع. ثالث استخدام اقدر استخدم في الاداه لو انت صاحب موقع او انت صحفي وعندك خبر ترند دلوقتي عاوز تلحق الترند او تركبه بشكل عام قبل ما الترند ده يطير منك في خلال ربع ساعه ولا حاجه، وعاوز تلحق تترجم الخبر العربي ده مثلا او المقال العربي ده للغه الانجليزيه، فمحتاج انك انت مفيش بقى وقت للمترجم ولا في وقت ان انا اتعلم انجليزي، عاوز ان انا اكتب الخبر دلوقتي، لازم ان انا اكتبه باسلوبي واترجمه للغه الانجليزيه والحق انزله على طول على الموقع بتاعي او الصحيفه بتاعتي. وكمان رابع استخدام برضه هو كتابه بوست على السوشيال ميديا، لو انت عندك صفحه فيسبوك برضه او جروب او اي حاجه او انستجرام او اي حاجه بشكل عام السوشيال ميديا وممكن تكتب فيها باللغه الانجليزيه برضه، وعاوز برضه تلحق الترند برضه لو ترند ولا حاجه عاوز تركبه ولا حاجه. فالفكره كلها برضه انك لازم تكون انت برضه بتعرف تكتب انجليزي بسرعه، لان مفيش وقت للمترجم ولا في وقت برضه انك انت تتعلم انجليزي. وفي نفس الوقت ما يصحش انك تنزل برضه بالبوست بتاعك على السوشيال ميديا او على موقعك كصاحب موقع بالانجليزي الحلمنتيش بتاعنا يعني. فده برضو رابع استخدام. خامس استخدام عندنا لو انت عندك مشكله ما وعاوز تسال متخصصين في منتدى او موقع او مكان معين، كل الناس فيه الاجانب يعني، احنا طبعا عارفين ان اغلب المجالات بشكل عام متخصصين بتوعها اجانب. مثلا لو انت مبرمج مثلا وعاوز تخش تسال مثلا سؤال على ستاك اوفر فلو مثلا، يعني لازم انك انت تكتب السؤال ازاي. طب اكتب السؤال ازاي؟ اروح اكتبه بالانجليزي الحلمنتيش بتاعنا، اروح اكتبه في جروب عربي او فيسبوك او فيسبوك جروب عربي او فيسبوك عربي، ما بلاقيش برضو ردود الاحترافيه زي بتاعه ستاك اوفر فلو. لو انت مثلا عندك مشكله صحيه عاوز تروح تكتب مثلا السؤال بتاعك ده باللغه العربيه على منتدى ولا صفحه فيسبوك عربيه او حاجه، ما بتلاقيش المتخصصين قوي، محتاج تسال لحد السؤال ده لحد مثلا يعني حد متخصص. ففي جروبات اجنبيه وفي مواقع ومنتديات اجنبيه، بس انت تكتب السؤال بس
وانا شخصيا حصل لي الموضوع ده قبل كده، حصل لي مشكله في السياره وعاوز ان انا احلها. طب اعمل ايه؟ الاقي مين اللي مفيش حد متخصص في السياره دي ولا عارف ان انا اكتب الموضوع ده عربي، وفي نفس الوقت برضو كانت فتره الكورونا مفيش حد فاتح ومفيش حد ميكانيكيه كله فاعمل ايه؟ فلازم ادخل عن دخلت على النت ودخلت دورت على منتدى خاص بالنوع السياره وسالت ده، طبعا استخدمت الاداه فيها وكتبت البوست ده، وطبعا المشكله اتفهمت، قدرت ان انا اوصل المشكله. لكن هو اكتب لكم المثال كمان شويه، اكتب لكم امثله لبعض الحاجات اللي انا عملتها يعني. فطبعا انك انت توصل الفكره نفسها، انك عاوز توصلها للمتخصصين عشان يقدروا يفيدوك، دي حاجه مهمه جدا جدا، بتساوي فلوس يعني. فده خامس استخدام. سادس استخدام، لو انت فريلانسر زي حالاتي مثلا كده، عاوز لغه التواصل بتاعتك بينك وبين العميل تكون لغه احترافيه. يعني طبعا اهم حاجه في شغل الفريلانسر برضو لازم انك انت يكون عندك احترافيه في كتابه الحاجه بتاعتك او في كتابه الاعلان بتاعك كفريلانسر، او انك انت تكون برضو تتفاهم مع العميل برضو بشكل احترافي. العميل يكتب لك حاجه لو هو مثلا اوروبي او امريكا او انجليزي مثلا او حاجه بشكل عام وبيكتب انجليزي، فلازم طبعا انك انت ترد عليه بشكل احترافي، ما ينفعش انك ترد باللغه الحلبنتيشي ديت يعني. فده سادس استخدام مهم جدا جدا لو انت فريلانسر. سابع استخدام، لو انت صاحب متجر الكتروني او خدمه اونلاين مثلا، صاحب موقع او موقع خدمات بشكل عام، بتبيع الخدمات بتاعتك اونلاين وعندك عملاء اجانب شاريين منك الخدمه او المنتج ده، ومثلا عاوز تتواصل معاهم مثلا بشكل عام مثلا بنظام ايميلات مثلا او حاجه، او مثلا هم عندهم مشكله ما وانت عاوز تعمل لهم دعم ما او حاجه. فلو انت الناس دول لو خصوصا بقى لو العملاء بتوعك اجانب بقى امريكان بقى، لو شافوا منك ردك الحلمنتيشي ده هيقول لك ده بتوع شرق اسيا ولا بتوع افريقيا، هم بيبصونا نظره دونيه ان احنا العالم الثالث يعني، دول العالم الثالث، هم دول ان انا بشتري منهم خدمه؟ لا يا عم، انا ما عادش اشتري الموقع ده تاني او من المتجر ده تاني. فطبعا بتسبب مشكله كبيره جدا يعني لو انت صاحب متجر او صاحب خدمه يعني. احنا برضو عندنا سيميلر كونتنت وعندنا عملاء كتير اجانب بنحاول نتواصل معاهم، ما ينفعش ان انا ارد عليهم بالاسلوب بتاعنا في الانجليزي ده يعني، لازم في رد شويه احترافي يعني. فطبعا كثير من الامثله، بس دول السبع حاجات اللي هم اشهر حاجات ممكن تستخدم فيهم فكره الاداه دي. طبعا مع اختلاف طبيعه الشغل بتاعك، سواء فريلانسر او موظف او صاحب شركه او صاحب بيزنس او يعني اي حاجه ايا كان نوع الشغل بتاعك، لازم متعرض انك انت لازم تشتغل بفكره ايه؟ انك لازم تتواصل باللغه الانجليزيه. طيب تعالوا نبدا مع بعض شرح الاداه ونشوف ان احنا ازاي نحول الانجليزي الحلمنتيشي بتاعنا من انجليزي حلمنتيشي لانجليزي محترف كان كاتب امريكي هو اللي كاتبه. طبعا هنروح على اداه سيميلر كونتنت، موقع سيميلر كونتنت دوت كوم، وبعدين نروح على البرايسنج، وبعدين نبدا نختار الخطه اللي نبدا نشتغل بيها. طبعا تبدا بخطه مجانيه تجريبيه 25 نقطه فري ترايل، مش محتاجه اي فيزا كارد او حاجه، بس لو انت حابب تاخد كريدت اكتر او حاجه هتلاقي في لينك عرض تحت الفيديو. بعد ما تبدا تسجل حسابك هتبدا تروح وتسجل وتفعل الايميل بتاعك، تبدا تروح على الاداه هتاخد 25 نقطه لو انت حساب مجاني او لو خدت العرض اللي تحت الفيديو. اول حاجه تبدا تعملها انك تفتح مشروع عشان تدرب الاداه انت هتتكلم عن ايه. فنبدا نفتح المشروع، اول حاجه نيو بروجكت هنا، وابدا اعمل اسم المشروع ووصف المشروع. مثلا هنتكلم عن حاجه في مجال الاس اي او، مجال السيرش انجن اوبتمايزيشن يعني، اللي هو مجال القناه بتاعنا. بعد كده اختار ريجن المنطقه، اكتب مثلا اتكلم نظام امريكي مثلا او انجليزي، فاكتب يونايتد، اكتب اول حرف من كلمه يونايتد ستيتس، الاقي لسه فتحات لي اختار منها يونايتد ستيتس او يونايتد كينجدم. بعد كده اختار اللغه الانجليزيه على اساس ان انا هكتب انجليزي، تمام. ولو انت حابب تكتب عربي والاداه تحوله لك برضه لنيتيف لايك رايتنج، ممكن تختار اللغه العربيه وتكتب عربي، وزي ما انت هتشوف دلوقتي ان انا الكلام اللي انا حوله من عربي لانجليزي محترف نفس الشيء يعني، بس انا حابب ان انا اختار باللغه الانجليزيه. فنبدا نختار انجليزي، وبعدين نعمل نيكست، وبعد كده هتكلم جنرال ولا برودكت ولا كومباني. فمثلا لو انت حابب تتكلم عن شركه مثلا، او حابب توصف شركه او مشروع مثلا في شركه او حاجه، حابب تتكلم عن منتجات امازون او اي منتج عاوز توصفه وتعمل له ريفيو او تكتب عنه، حابب تتكلم عن موضوع عام مثلا خبر او حاجه، تختار مثلا جنرال. فليكن مثلا نبدا نتكلم عن حاجه عامه ما هيش منتج ولا حاجه، ونبدا نعمل نيكست. هنا هيقول لك البراند نيم او الفوكس كيورد هنا، وهنا ديسكريبشن بتاع الحاجه اللي هتتكلم عنها، وهنا التاجز او كلمات البحث، وهنا التارجت اودينس اللي انت مستهدفه. دي حاجه غرضها تدريب الاداه، فممكن طبعا تجيبها من جوجل. مثلا انا عاوز اتكلم عن مجال الاي سي او، فايه هو الاي سي او؟ بخش على جوجل اكتب اي سي او، واخد مثلا اي تعريف من جوجل، مش لازم يكون هو طبعا حصري يعني، كل موضوع ان هو منقول، ناخده زي ما هو كده تعريف الاي سي او زي ما هو، ونبدا نحطه هنا. وهنا مثلا بتكلم عن الاي سي او، وهنا التاجز مثلا اي سي او، واعمل انتر مثلا جوجل، واعمل انتر بتكلم عن الكلمات البحث الاساسيه اللي انا عندي مثلا ويب سايت ترافيك، ده اللي عاوز اتكلم عنه. وهنا التارجت اودينس بتوعك مثلا سيو بروفيشنال او رايترز مثلا، تمام. يبقى انا كده دربت الاداه انا عاوز اتكلم عن ايه وفي مجال ايه، ده المجال اللي انا اتكلم عنه، وببدا اعمل نيكست، تمام. طبعا اول حاجه تلاحظها ان بعد كده بقى 25 نقطه بقى 20 نقطه، طبعا خمس نقط بيتحسبوا في فتح المشروع. بعد كده نبدا نروح على الاي اي رايتر، وهنروح على الاداه السحريه بتاعتنا، وهي اداه النيتيف
رايتنج تول. طبعا في ادوات تانية، بلوجينج كوبي رايتنج وامازون وحاجات تانية في الرايتنج، لكن هي دي الاداة السحرية اللي تبدأ تحول لك الكلام الحلمنتيشو بتاعنا لكلام انجليزي محترف. هنبدأ نروح على الاداة دي. بكل بساطه الاداه مطلوب منك انك انت تحط في البوكس ده اي كلام حلمنتيشي في حدود ال 500 كلمه، بس بشرط تحاول توضح المقصد باكبر قدر ممكن من كلامك. يعني حاول تكتبه بلغه انجليزي بتاعه تقول اعدادي مش مشكله، بس وضح المقصد، يعني خلي المقصد شويه لحد ما واضح عشان برضه الاداه تطلع لك او تساعد الاداه تطلع لك حاجه كويسه. وهنا بتختار التون، عاوز تتكلم مثلا بنظام بروفيشنال او بلغه او بلهجه بروفيشنال، ولا عاوز تتكلم بلهجه فريندلي لو انت حابب تكتب سوشيال ميديا مثلا او حاجات مثلا ترند ولا حاجه، حابب تتكلم فورمال لو حاجه فيها علاقه بالبيزنس مثلا او كده. فانت بتختار التون اللي انت عاوز تكتبه وبعدين تكتب هنا اللغه اللي حلمنتيش. هنبدا ناخد مع بعض بعض الامثله كده كنا احنا جهزناها قبل كده على جروب سيوزر ترانك. يا جماعه عملت بوست من حوالي يومين قلت يا جماعه اللي عاوزين نحسن اللغه الانجليزيه بتاعتنا باستخدام اداه فكره جديده، وبدا الناس يتفاعلوا معانا في 85 كومنت. قلت لهم يا جماعه، طلبت منهم يا جماعه لو سمحت اللي عنده اي افكار لكلام حلمنتيشي، يعني اللي هو الاسلوب بتاعنا يعني في الكتابه، نحطه بعدين نبدا نشوف الاداه، هنجرب مع بعض الاداه بشكل عملي هتبدا تعمل ايه ونشوف رايكم عملي في الكومنتات يعني. فطبعا هنا الناس بداوا يكتبوا بعض الكومنت، بداوا يكتبوا بعض الحاجات هنا في اطار اقل من 500 حرف، وبدات ان انا ادخلها على الاداه، وبدات تطلع بعض الايه، بدات تطلع بعض الافكار كده، وبدات تطلع بعض الحاجات، والناس ده رد الناس طبعا جميل جدا جدا، واختصر ترغي كتير في كلمتين واضحين. هنا مثلا واحد هنا كاتب مثلا محمد صلاح والنوت بلاي ان انرول ان 2022 وورلد كاب. ده طبعا احنا عارفين ان المنتخب مصر اتغلب من يومين من السنغال وطلع من كاس العالم، محمد صلاح مش هيلعب تاني في كاس العالم او منتخب مصر. فطبعا ده الكلام اللي هو كتبه طبعا باللغه بتاعتنا يعني. فطبعا هنا لما جيت دخلته على الاداه، وهنا سكرين شوت، هنا سكرين شوت اهو، لقينا الاداه كاتبه ايه، كاتبه محمد صلاح والنوت اون ذا ايجيبشن تيم فور 2022. لاحظت هنا الراجل برد هنا استغرب، قال لي هي الاداه عرفت منين ان انا ضفت كلمه ايجيبشن تيم لوحدها؟ قلت لك ده تم فعلا باستخدام التقنيه اللي احنا بنستخدمها في الاداه بتاعتنا. طيب، وطبعا بالاساس اللي هنا الاداه حولت الكلام لشكل انجليزي احترافي شويه او لطريقه مكتوبه بشكل احترافي. طيب هنا مثلا برضو الراجل هنا ياسر هنا كاتب عن روسيا's war مثلا، بس هنا شويه الانجليزي بتاعه كويس شويه، لكن هنا لما التعديل بقى بسيط جدا جدا، لكن الفكره ان هو صلح بعض الاخطاء الاملائيه وترتيب الجمله. طيب ناخد بعض ناخد اي مثال كده من الناس اللي عاملينه، مع ان كل ده احنا عملناه. هنا سكرين شوت هنا من الاداه برضو لما جيت عملته. ناخد مثلا اي مثلا حاجه هنا مثلا حد كاتبها، هنا مثلا الراجل هنا كاتب ممتاز عن تعال نشوف مثلا، ناخد ده مثلا هنا التكست ده ونبدا نحطه في الاداه. ده الراجل هنا بيتكلم ستي تول ديز تيل رمضان ستارت اي وونت تو سي اف يو دونت براي ذات ديز يو ماست ستارت تو براي 5 برايز. حتى شايف لو هتحس ان انا مكتوبه غلط، البرايز هنا مكتوبه غلط. افري داي تو ميك شور يور فاست ويل بي اكسبتد اند رمضان كريم فور اول. طبعا انا نفسي مش فاهم هو قصده، بس تحس كده ان هو قصده ان رمضان كريم وان احنا المفروض يومين ونصوم وحاجات زي كده، لكن انت نفسك ما انتش فاهم هو عاوز يكتب ايه باللغه الانجليزيه. فطبعا لو عملنا هنا كرييت على الاداه ونبدا نشوف نحاول بقى نعوض او نحاول نظبط الكلام اللي هو قاله ده. فهنا ايه ماي دير براذر ستيل تو دايز تيل رمضان ستارت. لاحظ هنا اللي كده اضافت كلمه ماي دير براذر هنا، تمام. I want to tell you if you don't pray these days then you need to start praying five prayers per day every day so your fast will be accepted and Ramadan Kareem for all. There are two days until the start of Ramadan. طبعا الاداه بتطلع لك ثلاث نسخ من الكلام اللي انت عاوزه، فانت بتشوف اكتر نسخه مشابهه للكلام او بنيه اللي انت عاوزها. كل ما قدرت توضح بقدر الامكان اللي انت عاوز تقوله في الكلام الحلمنتيشي، كل ما تلاقي الاداه طلعت لك كلام مختصر وكلام فعلا يعني ميك سنس كانه مكتوب باللغه الانجليزيه. 2 days until Ramadan make sure your 5 days prayers every day until days to be safe on side and may Allah bless us all. هنا may Allah bless us all دي حاجه اضافيه جت اضافتها الاداه. طيب تعالى برضو نشوف مثال برضو كان عندي مثلا هنا. انا مثلا كنت هنا مثلا كان في مثلا هنا جروب انا مشترك فيه اجنبي عاوز اكتب مثلا فيه سؤال. فطبعا الجروب طبعا موجود فيه الناس كلها محترفين اس اي او 68000 واحد، فما ينفعش ان انا اكتب لغه حلمنتيشي يعني. فطبعا كان ده السؤال انا حافظته هنا، كنت عاوز اتكلم عن ان مثلا ليه بعض الناس بيزوروا موقع مثلا بدايركت ترافيك، وبعدين يجي مثلا بعدين لو حد قال له على موقع معين ودخل عليه من تصفح كروم ولا حاجه، وبعدين جه في وقت كده حب يبحث عن كلمه معينه مثلا لها علاقه بالموقع ده، فلقى الموقع ده في نتائج البحث.
اللي هو بيبحث فيها، اللي هو بيبحث فيها في نفس المتصفح اللي ظهر في الموقع. شايف انا بلف اللفه ازاي؟ ده انا نفسي مش فاهم عربي. فلو انت جيت دخلت بكلمه البحث ديت في متصفح تاني، في متصفح تاني، هتلاقي الموقع ده مش موجود في النتائج، حاسس انك مش فاهمها اصلا عربي. فبالك بقى لو انت عاوز تقولها انجليزي هتقولها ازاي؟ فطبعا انا كاتب ده الكلام اللي انا كاتبه للحلمنتيشي بتاعي. Did it happen to you once while searching in Google for a specific keyword within the Chrome browser you found among the search specific site that you like to visit a lot directly؟ حاولت بقدر الامكان اوضح. And when you searched for in Google for the same keyword from another browser it didn't have the same Gmail account in Chrome and you found that the site is not found in the search result. طبعا يعني حلمنتيشي انا نفسي مش فاهم انا كاتب ايه، تخيل انا اللي كاتبه مش فاهم. فطبعا انا عملت الكلام ده بالاداه، وزي ما انت شايف طبعا هنا النتيجه. Did you notice that sometimes when you search for a keyword on Google Chrome you find a specific site in this in the result that you may like to visit a lot. شايف هي دي كل الغرغي اللي انا عملته ده، هو ده السط، هو ده السؤال بالظبط. طبعا بدات ان انا اقول كلام تاني وعدلته، بس دي الفكره ان انا حفظتها عندي كنسخه يعني. When you search for that keyword in another browser that you didn't have your Gmail login, you find the site doesn't show up in search results. طبعا الناس هنا بدأت تفهم السؤال بتاعي، وبدأت انها ترد، وبدأ ان في نقاش في الجروب اللي انا داخل فيه بسبب السؤال اللي انا قدرت اكتبه بطريقه صح. تخيل بقى انك كنت كتبته بالسؤال ده، الناس كانوا يقولوا انت بتقول ايه؟ ده انجليزي ده ولا ايه ده يا عم انت اللي انت كاتبه ده؟ فده الفكره كلها، انك انت يعني بتحاول انك انت توضح المقصد بتاعك بقدر الامكان بالانجليزي صح، عشان خاطر الناس يقدروا يحلوا لك المشكله بتاعتك لو انت في مشكله، او الفكره اللي انت عاوز تقولها. ودي بعض الامثله الاخرى من الكومنتات. مثلا هنا عندنا هشام السويدي كتب عن او جي واتساب، ده تطبيق تعديل على الواتساب يعني، وفي مميزات زياده عن الواتساب وحاجات زي كده. فهنا ده مثلا الراجل كاتب التطبيق، قال لك تعال نجربه بالاداه. وده لما دخلته الاداه، وده سكرين شوت اهوت، لو لاحظت كده هتلاقي ان الاداه بدات تكتب حاجه كده اضافيه. هنا هتلاقي مثلا هنا this APK design with many advanced feature it is easy and cheaper than WhatsApp gold in order to stay in touch with your friends. دي حاجه اضافتها الاداه في الكلام، ما كانتش موجوده هنا زي ما انت شايف هنا، معلمينها من تعديل الاداه. الفكره كلها ان مع كل تعديل في الاداه، مع كل تعديل بالاداه بيطلع لك افكار جديده. يعني لو انا مثلا عملت التطبيق مره طلع لي افكار مثلا ما عجبتنيش، اعمل مره ثانيه، بس طبعا كل مره بثلاث نقاط تقريبا. وعموما انت كل حاجه انت عملتها بتبقى موجوده عندك في الهيستوري، هنا موجوده في الهيستوري، كل حاجه اتعملت موجوده هناك في الهيستوري بتاع المشروع. ولو انت حابب تحفظ اي حاجه مثلا، شايف ان الجمله دي مثلا عجباك، بتعمل بس علامه اللاف كده او اللايك ديت، وبتفضل عندك هنا في السيف. فانت بتجمع بقى بعد كده المقالات البراجرافات مع بعض مره واحده، واللي حابب تعمل منها مقال كامل من خلال الاعجابات هنا، او انك بتدور على الهيستوري هنا بتشوف اي حاجه انت عملتها، صفحه 1 صفحه 2 وهكذا، عدد حسب عدد الحاجات اللي انت عملتها في البروجكت بتاعك. طبعا الموضوع بسيط، مفيش في اي حاجه اقدر اقولها تاني اكتر من كده، غير انك انت بتحط الكلام الحلمنتيشي وبقدر الامكان بتحاول توضحه، وبقدر الامكان بتحاول انك انت تشوف الجمله بتاعتك. في الوقت تسجيل الفيديو اللي انا بتكلم فيه ده، الاداه هي بتدخلها من خلال الويب فقط، من خلال الويب. يعني ممكن لو عاوز تدخلها من الموبايل بتاعك برضو تدخلها من خلال المتصفح بتاع الموبايل، او من خلال الديسكتوب عندك زي ما تحب. وان شاء الله باذن الله احنا جاهزين دلوقتي، احنا بنجرب ان احنا بناخد موافقه ان احنا نبدا نعملها ان شاء الله ابلكيشن على الموبايل في الوقت اللي انا بسجل فيه ده. فلحد ما تبدا تعمل ابلكيشن على الموبايل ان شاء الله، تقدر انك انت تكتب الكلام بتاعك بكل بساطه من خلال الابلكيشن. تقدر انك انت تدخلها من على الويب، او تدخلها من على موبايلك من المتصفح بتاع موبايلك، وتكتب الكلام اللي انت عاوزه. لو حابب مثلا ترد على حد، او على الشات مثلا في الفيسبوك ومتكلم حد اجنبي، او السكايب مثلا، او اي حاجه بشكل عام، او تكتب بوست اجنبي على الموبايل بتاعك، بتخش المتصفح تبدا تعدل، او تبدا تكتب الانجليزي بتاعك الحلمنتيشي، وتطلع لك اللغه اللي انت شايف انها فعلا اصح في الكتابه بتاعتك. مفيش حاجه اقدر اقولها تاني عن الاداه بصراحه، غير الكلمتين دول البسيطه ديت. فارجو يكون ان شاء الله الاداه تحوز على اعجابك باذن الله، وبتبدا انك انت تحسن في كتابتك في اللغه الانجليزيه. طبعا هيبقى لنا فيديو تاني ان شاء الله عن شرح باقي الادوات، لكن هي الفيديو ده بالذات انا مركز على اهميه النيتيف رايتنج تول، لانها اداه فعلا حصريه جدا جدا لسيميلر كونتنت، واداه فعلا يعني فعلا انا بستخدمها بشكل يومي، وفعلا انا فعلا بستفيد منها، فعاوزك انت كمان تستفيد زيي. اشوفك على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. اخوكم رامي الشربيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.